سائل يقول: أرجو توضيح عقيدة الولاء والبراء. الموالاة أخواننا تدور حول معاني النصرة والمعاضدة، وأن يتخذ الإنسان نصيرا، والمؤمن وليه الله حيث يتولى أمره ويحفظه ويكلوه. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وكذلك المؤمن يتولى من يحبه الله سبحانه وتعالى ومن أمر الله سبحانه وتعالى بتوليه، فيتولى المؤمن الأنبياء والمرسلين، ويتولى المؤمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم يتولى بعد ذلك الأئمة المرضيين والأولياء والصالحين وسائر المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهؤلاء هم الذين يتولاهم المؤمن، يحبهم ويصاحبهم وينصرهم ويواليهم بالنصيحة إلى آخر من الأمور المطلوبة والأمور المشروعة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب لهم الخير والسداد ولا يكشف عوراتهم، وهو يعني يسترهم ويعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبتهم إلى غير ذلك. طيب، أما الكافر الخالص، خلي أخواننا ما عنده حاجة، خلوه لله في خلقه شؤون، خلوه، عرفت؟ أما الإنسان الكافر فإنه يجب بغضه ويجب البراءة منه، والبراءة معناه إنك تتخلى عنه. ركزوا هنا يا أخواننا، معناه إنك تتخلى عنه، ومعناته إنك ما تنصر وما تجف معه، بل هذا الإنسان تبين له الحق، فإن التزم هذا الحق فبها ونعمة، ويكون من أحسن إخوانك وتتقرب إلى الله عز وجل بحبه، وإذا أصر وعاند فتتقرب إلى الله عز وجل ببغضه وبغض ما هو عليه. ولذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة، وده ينبغي على السلفيين أن يتعلموه، لأنه في ناس معلقين لافتات تاعت سلفية، معلقين لافتات بتاع السلفية، وهم أبعد الناس عن السلفية، يوالون أهل البدع وبيمشوا معاهم، ويشدوا على أهل السنة والجماعة ويتراحموا مع أهل البدع والضلالة. وإنت أوعد تبقى من ديل، في ناس كتار بدل ما يقف مع المؤمنين ويتولاهم ومع الدعاة الناصحين وينصرهم ويناصرهم، امشي يخذل صفوف المؤمنين، يخذل صفوف دعاة التوحيد، ويقعد يتكلم فيهم: ديل ما عندهم حكمة، وديل متشددين، وديل أسلوب منفر، وديل موضوع واحد إلى آخر. فده يكون معين لأولئك الضلال والذين أمر شرعا أن يتبرأ منهم وأن يقف ضدهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولذلك أخواننا المؤمن زي ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: اعلم أن من أطاع الرسول ووحد الله لا تجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم
أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان إلى آخر الآيات، عرفت؟ فربنا سبحانه وتعالى نهاك إنك تتولى الضلال والناس المجرمين وتقف في صفهم، دي عقيدة الولاء والبراء. وأول من تبغض، تبغض المشركين وما هم عليه من الشرك. الناس المشركين ديل لابد تكرههم، ولابد تكره الشرك الذي هو أعظم المعاصي التي عصي رب العزة والجلال بها سبحانه وتعالى. ربنا كريم ينعم على العباد وخيرات نازلة، عرفت؟ والمطر منه والزرع منه والأكل منه والعافية منه والصحة منه والأولاد منه وغير من النعم التي قال الله فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. بشر بدل ما يعبد ربهم ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يقوم يمشوا للعباد المساكين، العباد الضعفاء الذين ليس عندهم مع الله شيء سوى تلك القصائد التي أضلت أمة الإسلام. كذب ساكت، الولي بتاع الصوفية ده بيرسموا لك زي الزول المسطول اللي بيمشي يضرب له سيجارة يقعد جنب البحر، يقوم يرسم له شكل كده، نفس الشغلانية. الصوفية الواحد يسطل بالشرك ويقوم يلبس لك شيخه ده صورة ذات عجيبة، من صور من هذه الصور انه الشيخ بينزل المطرة، من هذه الصور انه الشيخ بيقول للشيء كن فيكون، من هذه الصور انه الولي بيهرش الملائكة بتاعين الله سبحانه وتعالى، زي ما قال احمد الطيب البشير، والكلام نقله عبد المحمود نور الدائم في أزاهر الرياض الصفحة 134، قال عن الأغبش أن ولده أحمد قال وعك وعكة شديدة، قال حتى أشرفت على الهلاك. ده الأغبش ما ولده أحمد، أحمد جاي في الكرامة البعدية، قال لغاية ما أشرفت على الهلاك قال فرأيت ملائكة القبض وهي قريبة مني، قال ثم رأيت الشيخ أحمد الطيب البشير وهو قريب منهم يقول لهم أما قلت لكم لا تقبضوا روحه، قال فرجعوا عند ذلك. بيهرش ملائكة الموت ذاته. وربنا سبحانه وتعالى قال عن هذا الكذب والكفر بالله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم من القوة ما ينفذون به أمر الله سبحانه وتعالى. وأحمد وعبد المحمود نور الدايم في كتاب النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية، أصل لو مسكت الدراويش يهود دي النتيجة حقتك، تبقى تمسك الأوراد هو 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 ها 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 أح أح أح، يا زول أنت راجل ولا أنت شنو ذاتك ما معروف، دي نتيجتك بتكون عامل كده، فك منك صامولة فهمت، والدنجل بتاعك مكسور ومدفق الزيت وقاطع وشراس، كله بتكون عليك. ما بيجي الصوفي تاني في شنو؟ الشيخ اعمل فيك اي حاجه، ابزغ لك في خشمك وتباري صورة الشيخ عشان تشوفها عشان تخش الجنه، زي ما قال عبد المحمود نور الدايم. معلش الكلام ده قد يكون عند بعض الناس يقول لك لا لا يا اخي الكلام ده ما سمع ده ابوك الشيخ قاله، قال لك تشوف صورته كيف هوس وده باب من الزندقه ما يعلم به الا الله سبحانه وتعالى. ولو ذهبنا نسوق هذا الكلام الزفر، هذا الكلام النتن من هؤلاء الصوفية لما انتهى بنا المقام. في كتاب النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية واجب تتبرى منهم وتعاديهم، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كتاب النصرة العلمية قال بينما الشيخ قاعد والدراويش حوله، قال نزل شبح من الجو لا يدري الحاضرون ما هو، قال فأطرق الشيخ برأسه ساعة من الزمان، قال ثم صعد مع الشبح ثم نزل. الشيخ ده مش طيارة نفاسة، الشيخ ده زي الهليكوبتر، ما محتاج مدرج عشان يجري زي اسمه تشيلدينغ بصلعة، لا طوالي من محله بيقوم فوق. قال أبوك الشيخ قاعد والجماعة العواليق معاه من نوعيات البيتكوريك دي، ده لو الشيخ باله في رأسه ذاته ما بيشتغل بيه، فهمت؟ قال أبوك الشيخ، والكلام ده قاعد في كتاب جامع كرامات الأولياء، ده لسه ما طلعناه
والشعراني نكروا لو جبنا لك ذاك تفوت من الصوفيه ذاتها. ذاك اديك ما انا قال كلام نسائي، قال في جامع كرامات الاولياء قبل ما ارجع لك لده، في جامع كرامات الاولياء للنبهاني كتاب من مجلدين اشتريناه من الدار السودانيه للكتب ب 120 جنيه. فهمت؟ كلام ده يمكن له سنتين او سنه ونص، ولا الشغله قاعده كلها الفاتوره قاعده وفاتوره مختومه. فهمت؟ ويتحمل هذه الاوزار يوم القيامه. فهمت؟ ده قال عشان ما تنكر على الشيوخ، قال والله الكلام ده مكتوب وفي المجلد الثاني صفحه 300 وحاجه او 400 وحاجه في ترجمه واحد اسمه اظن علي العمري. قال من كرامات الفكي ده انه في اثنين الفكي ماشي ومبهدل ومبشتن، في واحد النفرين قال انكروا عليه، قال فجلس الشيخ في قارعة الطريق فتغوط، قال دي كرامة، عرفتها؟ قال ثم أمرهما أن يأكلا من هذا الغائط. قال الجماعة اللي بينكر قال هم اثنين، في واحد أنكر في واحد قال له خليه ما تنكر، قال اللي بقى ينكر بقى يأكل وذاك بيجور فوقه ما قادر يجور فوقه. قال لغاية في النهاية قال له ده شنو؟ قال لقيته عسل، عسل عسل جبلي ولا عسل أحمر. يا ناس ده دين؟ أسي ده دين؟ أسي نحن دين ماشيين لأوباما، يا أوباما تعال خش الإسلام عشان تاكل العفن بتاع الصوفية؟ ده دين أسي؟ وناس يشربوا موية الوضو بتاعت الشيخ، وناس يتمسحوا بعرق الشيخ، عرفتها؟ ده كله من الوثنية التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربها. ده قال الحواريين سألوا طرت فوق وفي شبح، الحاصل شنو؟ قال هذا ملك من السماء حصلت له هفوة مع الله سبحانه وتعالى، قال فسقط إلينا فاستشفع بنا فشفعنا له فقبل الله شفاعتنا فيه. لا يعصون الله ما أمرهم، هذه الآية عند الصوفية وعند عبد المحمود نور الدايم شيخ البرعي وشيخ الإزارك اللي بيقول إنه الكتب بتاعت عبد المحمود نور الدايم بالأسانيد شيخه ده، ديل ما مؤمنين وكافرين بالآية التي يقول الله عز وجل فيها عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مش كده بس، بل الملائكة لما يعصوا الله بيشركوا بالله ويقعوا في الشرك، ده عند الصوفية. وبعد ما يشركوا بالله الملائكة ما تلقى صالح يشركوا به بالله إلا الصوفية. شوف الدرجة دي كيف، ده الواجب عليك تبغضهم تمشي تقعد معاهم، ها كما يفعل أنصار السنة ويفعل غيرهم، حتى غير أنصار السنة في واحدين بيعمل لك فوق داعية سلفي. فهمت؟ وقد تلقاه إنسان عنده علاقة مع العلماء الكبار والمشايخ وكده، وبتلقاه ما بيتكلم في الصوفية دين، تلقاه بيتكلم لك عن ناس لو فتشت له في جوجل يقول لك هذا كده أمشي هذا الناس سوق ستة يمكن يوروك. فهمت؟ ما بيعرفوا ذاته، ما بيعرفوه، يتكلم لك ومين كده بتاع تركيا ذاك بتاع النور شنو كده النور، ومدفنين ما معروفين. لو جيت قلت للصوفي ذاته، لو قلت للشيخ الطريقه سعيد النورسي ده عاطل يقول لك صح عاطل وما بعرفه ذاته. تعال اتكلم في البرعي اي سوداني بعرفه، اتكلم في المرغني اي سوداني بعرفه، اتكلم في المكاشفي في غيرهم، نتكلم عنهم ما لانهم شالوا واطاتنا، ولم نتكلم عنهم لانه دارين نتشفى فوقهم او لانه نحن فاقدين موضوع، لكن نحن بنتكلم عنهم لانهم اضلوا امه الاسلام ونشروا الشرك بالله سبحانه وتعالى. بتاع الختميه يقول انا الجليس على العرش المحيط كما احط بالغيب تفصيلا واجمالا، شرك بالله سبحانه وتعالى. بتاع القادريه يقول لك تصلي الصلاه لو داير ربنا يقضي لك حاجتك تصلي ركعتين، وبعد الركعتين في اي ركعه بعد تنتهي من الفاتحه تقرا قل هو الله احد 17 مره او سوره 17 مره. بعد ذاك انت جوا الصلاه قال تتجه نحو الشرك 13 خطوه او 17 خطوه وتقول يا عبد القادر الجيلاني، ثم ترجع غرب 14 خطوه تقول يا عبد القادر الجيلاني، ثاني تمشي قدام يا ده تقدر تطلع عليه رخصه انت شنو، امشي قدام وتعال ورا ولف يمين وقول عبد القادر. طيب لو انا نازله فوقي غزيفه وانا داير انادي عبد القادر الجيلاني، مسافه امشي الشرك الغزيفه بتكون لحقتني ومطاها، ده هو الساكت يا زول ادعو الله ربنا قريب، لا 12 خطوه لا 15 خطوه. ربنا قال واذا سالك عبادي عني فاني
قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طيب لو أنا وقعت في البحر أخطف منه؟ لو أنا وقعت في البحر أسوي شنو؟ في طريقة تعمل لك خطوة واحدة خليك من 11 خطوة جوا البحر، فهمت؟ وهو ساكت وبتعوض ضيف الله قال لك جوا البحر ما تنادي الله وتحرف أسماء الله، ولو ناديت الله برضو الله ما بعينك. قال الشيخ معه واحد من المريدين دارين يقطعوا البحر، بعدين قال له أنا مما أرفع كراعي أنت تخذ كراعك، والكلام اللي أنا بقوله أنت تقوله. قال له كويس. فقال الحوار خدت كراعه الأولى في البحر، طبعا بيقطع البحر وخطوة في مكة وخطوة في جبل قاف وخطوة في سد اسكندر، وديل كلهم في الخريطة ما في شات، لكن داري يهمك أنت. يقول لك في جبل قاف قاعد بغادي، بغادي وين يا زول؟ بجاي في التعويضات، بجاي السوق، بجاي في مواصلات، قاعد وين؟ سد اسكندر ده، أو الساكت ليه؟ فهمت؟ قال بيرفع كراعه، قام قال يا حي يا كيوم بالكاف. قال فقال المريد يا حي يا قيوم، فغرق المريد. قام الشيخ نشله وقال له قول يا حي يا كيوم، قال فقال يا حي يا كيوم مرق. كرامات قال دي كرامة، قال ده كفر بالله. ربنا قال وذر الذين يلحدون في أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون، فهمت؟ وكلام كثير جدا، واحدين يلعبوا بالدين، واحدين يلعبوا بالشريعة، ها، واحدين يتغزلوا في بنات الناس. كتاب طبقات والضيف الله في ترجمة إسماعيل صاحب الربابة، الكلام ده قاعد تلقاه. إسماعيل صاحب الربابة ده قال لك كان عنده ربابة إذا ضرب بها قال لها نغمة تفيق منها المجنون، عنده نغمة كده الربابة بتاعته دي، أنا ما أعرف بيقول فيها لسان الحال غلب ولا بيقول فيها جنون، المهم قال بدق عليك كده يفيق منها المجنون. قال لو وضعها في الشمس بتشتغل براه، لو خدتها في بالطاقة الشمسية صوفية هذول قال لك يتقدموا. قال وكان من كراماته أنه يتغزل بالنساء، دي من الكرامات. قال والنساء اللاتي يتغزل بهن في شعره تهجد جعلية، واحدة تانية قال. قال ومما قال فيها تعجبك في الرقيص لا من تهرده، قال بتعجبك لما انتحت النبك، تعجبك في الرقيص لا من تهرده يا هنية من حواها وقضى غرده. قال وإن زوجها خاف عليها فغنجر بها إلى تقلي، راجل الأوز من الفكي، لأنه الفكي ده ممكن يعمل أي حاجة وفي النهاية يقول لك ده أبو يا شيخ عندك فيه رأي، ده في الظاهر بزني لكن في الباطن في شوال خيش قاعد يخيط فوقه، وانت موضوعك بيروح في النص ساكت، ولو فتحت بلاغ ما بزول بيقيف معاك الا من رحم الله وشغلتك بتضيع، فهمت؟ فده هوس، ده الشغل بتاع الصوفيه. فده الواجب على الانسان ان يتبرأ الى الله سبحانه وتعالى منهم ومن اعمالهم، والواجب على الانسان ان يقوم عليهم بفضيحتهم وببيان حالهم، لانهم افسدوا الدين على كثير من خلق الله سبحانه وتعالى. وأترك ما تبقى من زمن للأخ أبو بكر.